هاي سنة ثالث، عادكم متابعين بعدي؟ متابعين بعدي ولا لا؟ ايوه يا دكتوره، طيب ايوه فقدنا بس هل احنا. هذا يتقطع؟ يا دكتوره ممكن اسال ها البث الان يتقطع عليه 3 مرات، هل يعني عندي او من عندك؟ لا، شكله من عندكم، احنا انقطع علينا الى الان مرة واحدة بس، الان حاليا من عندنا، لانه انا قلت لكم الزوم. ها، اما من اول من لان يا عندهم. دكتوره دحين هذا اللي شرحته الان كله ما يعني ما افتهمش بسبب انه تقطع علي مرتين. خلاص، انا بجيب لكم الان الملخص. قلت لكم لحد الان المرتين الاولتين لا، منهم احنا لما انقطع علينا هذه المره. على فكره برنامج الزوم هو كل 40 دقيقه يخرج، بس على اساس اني قد اشتريت، قد اخذت النسخه، ما عادش الان انا ما عاد اشتغلش على النسخه التقليديه، اخذت الاشتراك الشهري، فالان انا مشتركه بالشركه على اساس انه ما بيكونش يخرج لنا بعد ال 40 دقيقه، وبس مش عارف ليش المشكله كمان يخرجنا بعد 40 دقيقه. اما الاول اعتقد انه كان عندكم. طيب اللي حتى الان اول شيء اللي قطع على البث، الان صوتي واضح تسمعني؟ ايوه ايوه. واضح الان. طيب ركزوا معي، حاسس اللي عساس اجيب لكم من البدايه. شوفوا، انا الان لما استخدم الفلتر، انا بستخدم الاف سبيشر، بستخدم الفلتر 2. طيب احنا معانا اكيد لما تستخدم الفلتر، مش احنا في معنا اكثر من نوع من الفلترات اللي اليوم اخذناها مع اللو والبيس فلتر، استخدمنا الافريجينج فلتر، واستخدمنا الفلتر الثاني اللي هو الفلتر العادي، وبعدين استخدمنا الجاوسيان فلتر، صح ولا لا؟ بالفلاتر على الثلاث لما كنت تطبقهم، كانت الناتج اللي يجي لك يا اما اكبر من، يا اما ناتج تمام ما بين الصفر وال255، وهذا كنا معتمدين له تمام، لانه حقنا الرينج المدى المفروض يكون ما بين الصفر و255، بس لكن بعض الفلترات كانوا يجيبوا لي بالسالب ولا يجيبوا لي اكثر من 255، وكان هنا المشكله. واضح الى الان؟ لحد الان كلامي واضح؟ اوكي طيب واضح واضح طيب يا فاني دكتورة. الان احل هذه المشكله، ما هو اللي ما بين الصفر وال255 ابو الجنيه ما فيش اي مشكله، اوكي، لكن انا اشتي الان يا اما اللي اكبر من ال255 ولا اللي اقل من الصفر ابو السالب، فهنا حليناها، قلنا عن طريق طريقتين، يا اما تستخدم الكليب ترانسفورميشن، يا اما تستخدم اللي الثانيه اللي واحده ابو الترانسفير، ولا بتعمل عمليه الكت. فايش بس اتذكر اني حتى نسيتها، واحده الكليب والثانيه ايش قلنا؟ ذكروني، ايش قلنا الثانيه ايش اسمه؟ السكيلينج. الأول يا إما الكلاب والثاني السكيلينج ترانسفورميشن. فالكلاب نستخدم بالماتلاب يونت 8، والسكيلينج كنا نستخدم بالماتلاب اللي هي مات 2 جري، يعني هذا الثنتين نستخدمهم بحل مشكلة اللي أكبر من ال255 أو الأقل من الصفر. لحد هنا أوكي؟ لحد هنا أوكي يا ثالث؟ تمام أيوه. تمام يا دكتورة. طيب تعالوا الآن هنا، فلما نطبق هذا على أرض الواقع، هنا الأمثلة الثلاثة. فأني بالمثال الأول، فشوفوا إيش اللي عملت. بالمثال الأول استخدمت المات تو جري، هذه اللي بتعمل لك السكيلينج ترانسفورميشن، يعني بحيث اللي أكبر من الصفر، اللي أكبر من 255 تضبطه، واللي أقل من الصفر السالب تضبطه. فعلى أساس كذا كان هذا المخرج حقي. فشوفوا المخرج حقي على أساس إنه هذا مضبط، على فكرة هذا مضبط، تقول ليش مش مضبط؟ هذا مضبط، لأنه حسب العين صح إنه مش مضبط لنا بالعين، لكن هو مضبط الأبليكيشن. فهذه القيم لا بتحصل، حتى على فكرة لما تيجي تعرض هذه الصورة روح اعمل لها شو، بحيث إنه بيظهر لك حقها الداتا، لا بتحصل أقل من الصفر ولا بتحصل أكبر من 255 تمام. هنا يمكن تقدر تكتبها الواي، تكتب الواي الماكس والمين، فشوف أقل قيمة وأعلى قيمة، ما بتحصلش أقل قيمة أقل بالسالب، ولا بتحصل أعلى قيمة أكبر من 255. يعني أنا كيف أعرف أعلى قيمة وأقل قيمة لهذه؟ مشان أعرف هل عمل سكيلينج ولا لا، أروح أعمل أبو الماكس، دالة الماكس، فدالة الماكس بتجيب لي أعلى قيمة لهذه القيم، والمين بتجيب لي أقل قيمة لهذه القيم. فلما نجي نشوف الماكس والمين، بنحصل إنه بالمدى ما بين الصفر وال255، ليش؟ لأن استخدمنا هذه الدالة. لحد هنا اوكي؟ لحد هنا واضح يا ثالث؟ أيوة واضح. أيوة أيوة فهم. أيوة طيب الان جينا المثال الثاني، هذا المثال ما استخدمناش هذه خالص ابدا، بعدنا هذه، بعدنا اللي تعمل لنا تضبيط،
اللي اقل من الصفر ترجعوه، واللي اكبر 250 كمان ترجعوه، بعدناها ما عملناش خالص. فلما ما عملناش شوفوا كيف طلعت الاوتبوت. وهذا دليل، هذا دليل انه في قيم كانت اقل من الصفر اللي بالسالب، وكان قيم اكبر من 255 فطلعت لي بهذا الشكل مش مضبطة. افتهم لنا لحد هنا؟ اوكي. ايوه ايوه طيب تعالي شوفوا الان، هنا استخدم نفس هذا الكود ولكن بطريقة ثالثة، بحيث لا استخدمت الميت تو جري ولا خليتها بدون، ولا خليتها زي ما هي، ولكن قسمت على 100. هنا عملنا نص المشاكل، ابو السالب قسي سالب على ما هو، وابو الاكبر من 255 ضبطنا. يعني هنا عملنا نص المشكلة انحلت. فبالتالي لو جينا نشوف هذه المشكلة كلها انحلت، بحيث اللي اقل من الصفر انحل، واللي اكبر من 255 انحل. هنا المشكلتين ظاهرتين، اللي اكبر من الصفر، اللي اكبر من 255 هلو، واللي اقل من الصفر كمان هلو. هنا ضبطت لي نصهم. فاللي كان اكبر من ال 255 لما تقسمه على ال 100، مثلا حتى لو قلنا 1000، 1000 قسمة 100 مش بيرجع لي 10، يجي للسالب. طيب 900 مثلا اكبر من ال 255 قسمة 100 يرجعك 9، يرجعك كمان للاسود. فبالتالي اي قيمة اكبر من ال 255 لما تقسمها على ال 100 صح ترجع ما بين المدى، ما بين الصفر لل 255، ايوه رجعت، ولكن كانت قريبه من البلاك، قريبه من الصفر. فهذه المشكله انحلت، اللي اكبر من ال 255، ولكن اللي اقل من ال 255 السالب ضغط زي ما هي، لان هنا ما عملش اي معالجه. فبالتالي شفت بهذا الشكل مش مضبط كامل، لانه اللي اقل من الصفر او السالب ما انحلش المشكله، انحل المشكله حق اكبر من ال 255. واضح للان؟ في أي سؤال؟ أيوة. لا لا ما فيش. الأول بقية واضح بالنسبة لهم؟ هاي السنة الثالثة إن شاء البقية الله. واضح؟ طيب نجي نشوف على المثال اللي بعده. في حاجة تسمى Edge Sharpening، أنتم ما عارفين إيش معنى Edge صح؟ عارفين Edge ولا لا؟ أيوة 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 ايوه الحواف. طيب اللي الحواف. انت مع والشاربينج، ايش معنى الشاربينج؟ احنا اخذنا اول محاضرة الشاربينج، قلنا ما هو الشاربينج. توضيح الحواف. ممتاز. توضيح فالان الحواف. انه اوضح الحواف، يعني ازود البكسل بالحواف، بحيث ما اخليش حواف ناقصة، ما اخليش حواف متقطعة. يعني ما اخليش هنا بكسل وهنا بكسل، ما فيش بكسل، فين بكسل ما فيش، لا اعبيها كلها بكسلات، اخليها متواصلة مش متقطعة، وأزود كثافة البكسل بالمناطق حق الإيدج مشان توقع أكثر إيضاحا. فبالتالي لو جينا نشوف هنا، فإيش يقول لك؟ هنا بتخلي لك هذه الإيدج شاربينينج. طيب الإيدج شاربينينج مناسبة للعين ولا مش مناسبة للعين؟ مناسبة للعين برضه، مناسبة، كلها لأن مناسبة يا دكتور. أيوة لأن هي وضحت لي الحواف، وضحت لي الحواف وخليته أكثر مناسبة للعين. فبالتالي هنا يقول لك هذه تنتج صورة، الصورة هذه بليزنج تو ذا هيومن اي، يعني ايش؟ بحيث انه تعجبنا الشكل، لانه انت دائما لو معك صورة، لو خليت الحافة حقك كذا سموثينج لشاربينينج، ايش بيكون؟ مريحة للعين، يعني بتخلي الصورة تطلع احسن، صح ولا لا؟ فبالتالي كل معناته انه اصلح الحواف مع هذا يسمى ايدج شاربينينج، ويسمى كمان ايدج انهانسمنت تحسين الايدج، ويسمى ايضا اتش كريسبنج، ويسمى ايضا ان شارب ماسكينج. فالثلاث الاسماء لنفس الاسم اللي هو اتش شاربنينج. فقد اقول لك اتش انهانسمنت هي نفسه، كريسبنج هي نفسه، ان شارب ماسكينج هي نفسها. فشوفوا ايش اللي يحصل، كيف اعمل اتش شاربنينج. فمن شان احسن بالاتش، وهذه كمان انتم تطبقوها باللاب على فكره، انتبهوا، حاولوا تقولوا باي صوره، سواء كان صورتك، سواء الصور اللي موجوده بداخل ماتلاب او الابلكيشن او التطبيقات اللي نجيب لك هي هنا طبقها. فكيف اخلي حق ال... كيف اخلي حق ال... ال... هذه اعمل لها عمليه شاربينج للايدج. فشوفوا ايش اللي حاصل فيه. انا في معي هنا الصوره الاوريجينال ايمج، تمام؟ طيب الاوريجينال ايمج بروح اجيب منها فلور ويد لو بيس فلتر. يعني ما تتذكروا الاول قبل شويه، مش انا قلت لك اللو بيس فلتر لما طبقناه وقلت لك كيف تلاحظ على الصوره، مش كان فيه شويه بليرنج صح ولا لا؟
مش لما طبقنا اللو بيس فلتر طلعت معنا شوية بلارينج بالصورة. ايوه يا دكتور. طيب أنا أروح أجيب الصورة حق الأصلية، شوفوا ركز إيش اللي بعمله، بحط نسخة من الصورة حق الأصلية مكدهاش، وأروح أشوف النسخة هذه الأصلية نسخة ثانية وأعمل لها لو بيس فلتر. باللو بيس فلتر من ما استخدمنا باللو بيس فلتر، لأنه في معك، أنت قلت في معك يا إما أفرق فلترين يا إما الفلتر الثاني، واحدة تستخدمه باللو وواحدة تستخدمه بالهاي، فهنا استخدمنا مش الهاي بيس فلتر، استخدمنا اللو بيس فلتر للايمج وجابت لي صورة ثانية، يعني معي الصورة الأصلية ومعي الصورة بعد ما طبقت اللو بيس فلتر. تمام تمام إلى الآن واضح ولا لا يا ثالث؟ أيوة طيب أنا أشتكم خطوة خطوة، لأنني بعمل عملية هنا، بجيب الصورة هذه حقي الأولى بحط منها نسخة وأجيب نفسها وأطبق عليها اللو بيس فلتر، فتكون معي صورتين، صورة حقي الأصلية والصورة حقي بعد ما طبقت اللو بيس فلتر. طيب الصورة بعد ما طبقت اللو بيس فلتر أروح أعمل لها سكيل، السكيل هنا مع الكي أقل من الواحد، مش إحنا قلنا نقدر نعمل لها سكيلينج، أعمل لها سكيلينج بحيث أحدد متغير يسمى الكي، الكي خليه أقل من الواحد، انتبه تعمل الكي أكبر من الواحد أو يساوي الواحد، لا، لأنه لو ساويت الواحد بتحذف قيم، ولو عملت أكبر من الواحد بتزود قيم وبتزيد من الرينج، بتكون أكبر من 200 والـ55، فنحن نعمل سكيلينج. طبعا على فكرة لما تطبق العملي مع الايدج شاربينج بتشوف كيف السكيل كيف تتعامل معاه، فانت خليه اقل من الواحد، اي رقم اقل من الواحد حتى لو كان سالب، معلش اهم شيء ما تجيش لا يساوي الواحد ولا اكبر من الواحد، حتى لو كان يساوي الصفر معلش، ما هو اهم شيء جيب لي اي قيمه اقل من الواحد. بعدين لما الصوره هذه اللي عملتها لو بيس فلتر مع السكيل الكي هذا البارامتر اللي بيساعدني اللي يكون اقل من الواحد، واجهز الصوره الجديده، الصورة الجديدة اللي كانت بليرنج مع السكيل تمام، أنقصها من الصورة الأصلية سبتراكت، يعني جيب النسخة الأصلية وأنقصها مع الصورة اللي تمت فيها معالجة، من هي المعالجة اللو بيكس والسكيل، بعد ما أنقصها بيجيب لي القيمة الجديدة، القيمة الجديدة بتكون صورة مع الإتش شاربينج. واضح؟ واضح ولا لا يا ثالث؟ في أي سؤال الآن قبل ما أنتقل إلى السلايد اللي بعده؟ في أي سؤال الآن؟ كيف يا أستاذة بتعملي سبتراكت؟ انقاص، تنقص عادي، يعني تجي الاولى البوينت الاولى انقصها من البوينت الثاني، البوينت الثالثة اللي هي عبارة عن انقاص عادي، كأنك مش معك، مش هذه الصورة وهذه الصورة بيكون نفس السايز صح ولا لا، مش ايوه يكونوا نفس، فبالنقطة اللي صفر صفر بالصورة الجديدة انقصها من الصفر صفر بالصورة الجديدة، واللي صفر واحد انقصها بما يناظرها، فنقص كل واحدة مع الثانية. تمام؟ كأنك تعمل كومبليت. كأننا مش نعمل كومبليمنت، يعني كأنه احنا شوفوا اني بقول لك حاجة، هو مش الكومبليمنت، انا لو معي صورتي الآن وصورتي عدلته، لو نقصت الصورة حقي من التعديل ايش بيرجع لي؟ ها ركز معي، ها انا بسألكم الآن سؤال، ركزوا معي، انا لو معي صورة، الصورة هذه أجريت عليها تعديل، تمام؟ أنا معي صورة من النسخة حقي الأولى، وصورة جديدة أجريت عليها التعديل، لما تنقص الصورة الأولى من الصورة اللي أجريت عليها التعديل، من عشو دار؟ التعديل برافو عليكم. يعني أنا طلعت الآن التعديل بالسبتراكت. وضحه؟ التعديل اللي نعدلته هذا هو اللي بنستخدمه بالإتش شاربينينج، يعني هو هذا اللي نستخدمته كإضافة للإتش شاربينينج. وضحت الفكرة؟ يعني يا دكتورة الشاربينج هذه تعدل الصورة بالحواف، بس يعني ما فيش أي بالضبط فائدة ثانية. بالضبط، على اساس اني كذا اني قلت بنقص الصوره الاصليه من الصوره بعد ما عملنا بلارينج، لانه لو تركزوا اني قلت لكم بالبدايه انت بتعمل باللو بيس فلتر صح، وكان في معك باللو رجعت لي بلارينج، يعني حدث تعديل، ما البلارينج ايش معناته؟ كانه في صوره كلها عامله عمليه تمويه، فالتمويه اللي حاصل والصوره الثانيه اللي غير تعديل اللي غير تمويه هذه بتكون الصوره الاصليه، فأني ببعد أبو الصورة الأصلية مع التمويه، فبيجي لي الصورة فقط الحواف الحافة فقط للبيكسلز. طيب من هي هذه البيكسل؟ هي الإضافات اللي أنا بشتيها، يعني ما هو أنت ركز معي، أنا لما أشتي أضيف حاجة مثلا لصورة معينة، أنا أشتي للحواف فقط لهذه الصورة، ما أشتيش البيانات الصورة كاملة، لذلك أروح أعمل له بليرنج. ليش أعمل له بليرنج؟ من شان أني مشي للحواف، مشيش الداتا الثانية، فمسح لي الداتا الثانية، ما هو مثلا